الناس اللي بتبقى نايمة على باب المستشفى ومعها أطفالها، فحبينا نعمل لهم أي حاجة كده يعني. فربنا كرمنا بشقة عندنا في البيت فضيت، فروحت عاملها دار للأطفال. لقيت الناس اللي هم المقتدرين اللي هنا بنين عمارات وبنين بيوت وبيأجروها للناس يعني اللي هم المرضى بتوع المستشفى. فانا قلت طب ليه ما اعملش انا حاجه يعني بدون تبرعات وبدون اجر وبدون اي حاجه لوجه الله كده، لان انا عاملها كصدقه جاريه. فاللي بيعمل صدقه جاريه ما بيقبلش تبرعات من حد، لو اقبل تبرعات من حد يبقى انا عاملها بقى تجاره. فالحمد لله لقيت اقبال من الناس، ومنها قريبه من مستشفى، والمستشفى برضو فيها دارات تانية بس بعيده بقى. وعجبتني هنا النظافه وكده، يعني بلاقي مكان كويس ابني ينام فيه، قريب من المستشفى برضو جدا، لو في جرعة الصبح بالليل الحمد لله. يعني ده أهم حاجة برضو، إن هي تكون قريبة من المستشفى. يعني أنا بقالي سنتين عاملها، جهزتها بسبع سراير يشيل سبع أطفال بالمرافقة بتاعتهم، ورحت نازل أنا اللي مشتري العفش بإيدي، وأنا اللي مشتري كل المعلقة أنا اللي مشتريها بإيدي، الكوباية أنا اللي مشتريها بإيدي، لأن الناس دي عايزة يعني في منتهى اللطف وفي منتهى الحنية، لأن الناس دي كفاية اللي هم فيه بس يعني مش أكتر. كنت بروح الدار قبل كده بس بصراحة ما عجبتنيش زي هنا يعني، وزي المعاملة هنا، والحاج زازا كويس جدا، وبصراحة كويس مع الأطفال جدا. لو واخد جرعة كيماوي من المستشفى، طبعا المستشفى ما بتخرجش كراسي من بتاعتها في الشارع، فالمرافق بتتصل بيا بروح لها بالكرسي المستشفى بنجيب ابنها عليه، والاسكوترات دي جايبينها برضه عشان الطفل يلعب هنا وبتاع قدام الدار. يعني بنحاول ان احنا نخرجه من اللي هو فيه، اذا كان تعب اذا كان وجع اذا كان اي حاجه، بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نخرجه منها. يا ريت اي حد عنده اي سكن اي شقه حتى لو صغيره عشان خاطر الاطفال دول، يا ريت بجد. الناس ديت ما حدش يبخل عليها، ان كفايه اللي هم فيه يعني، هيبقى اللي هم فيه وكمان الناس تبخل عليها. فلو واحد هيساهم حتى بجنيه في المستشفى مش حرام ولا هو عيب. المستشفى محتاجة ان هي الناس كلها تساعدها، تساعدها بقى بكلمة، تساعدها بزيارة، تساعدها بفلوس، تساعدها بأي حاجة. بتمنى ان ربنا يشفي احمد ويشفي كل الاطفال، مش ابني بس بصراحة. يعني 57 دي كانت بالنسبة لي، يعني هي بالنسبة لي لغاية دلوقتي نجدة يعني بعد ربنا. انا يوم ما جيت المستشفى دي الحمد لله الحمد لله، حاجة كويسة جدا جدا، ربنا يا رب يجازيهم كل خير. رسالة بس الناس اللي ربنا مقدرها وبيأجروا للناس دي، ما تأجروش للناس دي، الناس دي تقعد مجانا، ولو تقدروا كمان تدوهم هم فلوس ادوهم، ما تبخلوش على الناس دي، ان الناس دي يعني اللي فيها مكفية، ربنا يشفيهم يا رب كلهم. تحية كبيرة للحاج زازا ولكل أمثال الحاج زازا.